طيب يا جماعة أنا عندي دي حالة طالعة معايا وعندي ده كان مين لا حد فيكم يقرأ بقى نقرأ أنا, أنا ليه؟ نقرأ أبو حمد غيرت بيت أبو حمد يا دكتور إيهاب؟ days, mail, بنشنس سي ار بي في الدي سيل سليبي دي بلاد كالشر ده مش اختيارات ايروبيك ده كان بلاد كالشر اتعمل بلاد كالشر وكانت ايروبيك بوتل ايه هو الاكشن اللي انت هتاخده والريزلت ريبورتنج هتطلعه ازاي وكومنت لو انت حابب تكتب كومنت اشرح لي بقى اشرح لي كده وكده معمول كالتشر سي... طب احنا نتوقع ايش الاورجانيزم اللي بده يكون موجود عندنا؟ ايه؟ هزميل خم... دكتور مرام عيب عنده 15 يوم يعني ايه؟ ليونيت ليونيت, ليونيت. وكمان بريتير ماشي؟ يعني مولود بدري وبعدين جوندس عند عنده جوندس وعنده سي ار بي 20 هو هو سي ار بي بيطلع ارقام اه البوزيتيف من اول كام على حسب الجهاز لو هو يبقى البوزيتيف من, من, أو أو من اول ستة من غالبا معظم الاجهزه من اول ستة البوزيتيف من اول ستة ملغرام في الريتر اه من يا ماشي يا عشرين عشرين انا اجيب لكم رقم عالي شوية عشرين دي انديكيت انفكشن صح؟ انفكشن والجون ديست انديكيت انفكشن برضو ايوه ممكن تبقى طب ده برضو سيبي ده ايه بقى انفكشن برضو انفكشن ده عيل هايبو اكتف هايبو اكتف ماشي العيل الهايبو اكتف دي بيخافوا برضو بتوع الاطفال على طول لا يكون عنده انفكشن تلاقيه يقول لك ايه الواد نايم على طول عارف عارفه العيل اللي بيعيط و... وعارف امه ده ده حلو ده ماشي يعني العيل اللي نايم على نفسه ده ممكن يكون انفكشن وتلاقي الدكتور اللي لك اعمل له سي ار بي طب نعمل له بلاد كلشر تمام وبريتير وجوند سكول البريتيرم ده ريسك فاكتور وكونوا اصلا نيونيت فتلاقيهم عشان كده بيعملوا لهم سكريننج على طول بلاد كلشر وما يطلعوهمش غير بلاد كلشر يطلع نيجاتيف فالمهم احنا زرعناه بعت له بلاد كلشر وايروبيك بوتل ده كويس ولا مش كويس؟ كويس لا كويس, كويس. كويس ان هم باعتين بلاد كالتشر ب... بس بس مش كويس ان هم باعتين وان بوتل مش كده؟ المفروض يبعتوا آ... ايروبيك وانوروبيك آي وبعتوا أكتر... اكتر من ست وكل ما يبعتوا اكتر كل ما فرصتهم في الفوز تكتر مش كده؟ انما سامبل سامبل وحشه يعني سبحان الله السامبل لا تفيد زي الجريمه لا تفيد كده فانت احنا عارفين ان الجريمه لا تفيد برضو السامبل الوحشه لا تفيد فبعت لي بلاد كالتشر بوتل واحده يا مؤمن ويجي بعدين يقول لك بس انت بتطلع لي نو جروس. طيب يا سيدي المهم لو بصينا لقينا طلع لنا المنظر ده ايه رايكم؟ هو طيب كل ده على الخط بتاع الزرع ولا بعيد فيش اصلا زرع الزرع ما في عندك هو شايف طيب ما هي طيب. انت طيب بصوا يا جماعه عشان لو الصوره مش واضحه شويه انا أوضح لكم حاجه الاونيكولوم كان هنا وبعدين اللي هاي. زرع زرع كده طبعا هو مش عامل ستريكنج كويس، اصلا زرع في نص الطبق. زرع كده مش مظبوطه يعني. ونص الطبق وعامل كمان ستريكنج مش كويس ومش مستغل المساحه كلها، يعني انت لما تزرع في نص الطبق ده المفروض تبقى واحد يعني ايه دقق قوي. عشان ما هيش ناقصه، يعني اصلا مش ناقصه. واخدين بالكم؟ خبطتين في الراس توجع ما بقاش نص الطبق وزراعتك وحشه. فهو م. عامل ستريكنج قليل ومخربش الميديا، هو واضح ان هو ما حد إكسبرت قوي. ماشي؟ وبعدين طلعت لي انا 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 مش شايف انها على الاستريكنج فلو ولما دققت الحقيقه في الاخر لقيتها على الاستريكنج والله طيب اه هي كانت على الاستريكنج بس اني anyway, لو هي مش على الاستريكنج ولو هي على الاستريكنج ايه الاحتمالات لو هي مش على الستريكينج يبقى كنت مليت ميديا اوت اوف أو ستريكينج لا لو قاعده على الستريك يبقى يبقى في اوت 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 اوف ستريكنج بتنفس في الطبق او كنت الكونتمينيتد اوت اوف ستريكنج ده يبقى من الميديا او او من الشخص اللي شغال او من الانفايرمنت مش من اللوب ولا من السامبل اللوب والسامبل دول مع بعض تطلع على الستريكنج على فكره طيب لو لقيتيها على الستريكنج طيب هتعملي ايه هنشتغل عليه طب معلش يعني بس مش من بدايه الزرعه دي يعني هي يعني هي يعني هي الكولونيا العجيبه دي سابت الاونيكلا والبرايمري ستريك والسكندري ستريك والترشي وراح طلع الزجزاج ازاي يعني العجل ببطن امه بيعدي البحر ولا يتبلش ما ما خليكم خليكم منطقيين يعني لا وبعدين انا انا اول ما شفتها كنت كنت منيش هو هو لو الطبق كونتامينيتد الميديا كونتامينيتد مش ممكن حظي ان الحته دي تطلع في الاستريكنج ايوه ممكن اه ممكن لا وبعدين بصيت انا بصيت لقيت ايه اصلا المي... ال... 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 الشده ده اهي كل مزرعة يطلع لي المنظر ده لا يطلع لي كولونيه كده اهو و... وفي الغالب طلعت اوت اوف ستريكنج العينه ده بالذات طلعت على الاستريكنج هذا يفيدني ان حضرتك بتتعامل مع اللوت بتاعك كله على بعضه مش انت لما بتلاقي الجرام ستين بتطلع غامقه بتبقى عارف ان الغمقان ده هياثر في العينات كلها افلام الدم لما بيطلع فيها مشكله في صبغتها مش انت عارف انها تبقى الافلام كلها فيها نفس المشكله صح الميديا كونتامينيتد عشان كده احنا لما بيجي لنا اللوت جديد او مش مش شرط لوت شيبمنت شيب شحنه جديده حتى لو نفس اللوت خد بالك وده من الحته لوحدها كده من خمش من خمش الحاجات من الحاجات اللي علق عليها اللي بتاع اللي بتاع سباهي لما كارب. جالنا او اي اي اي, أي اكريديت الاخ اللي, اللي ماسك الجودة كاتب ايه كاتب نيو لوت <applause> لا مش فيريفيكيشن نيو لوت فيريفيكيشن صح لكن ده كاتب نيو لوت كيو سي آه كواليتي كنترول ماشي وكاتب ايه بقى؟ إيه هنفحص الكالر والتربيديتي وهنفحص الانتاكتنس وال والكونتامينيشن ها والثيكنس مش دي الحاجات اللي بنفحصها لما بنجيب ميديا جديده؟ yes. طب الحاجات دي انت بتعملها مع النيولوت بس ولا لكل ما يجي لك شحنه؟ مع كل شيبمنت حتى لو كانت هي نفس اللوت انت ممكن تفضل سنه بيجي لك نفس اللوت نفس اللوت مكمل معاك طول السنه وبيجي لك على اربع خمس ست شحنات مع كل شيبمنت بتعمل كده فهي المفروض نيو شيبمنت كواليتي كنترول مش نيو لوت بس هو يعني ايه على حس نيو لوت فيريفيكيشن على نفس الوزن والقافيه راح لك نيو ايه نيو لوت كواليتي كنترول لا هو ملوش علاقه باللوت ده هو ده حاجه تبع تبع الشيبمنت اوكي؟ فانا عندي احيانا تشيبمنت او مثلا تلاقي الشده نفسها شويه اطباق انت بتاخد منهم طبق وبتحكم من خلاله على بقيه الاطباق صح؟ تاخد طبق تبص عليه، تاخد طبق تعمل له انكيوبيشن في الانكيوبيتر وتطلعه تشوف هو طلع فيه نمو ولا ما طلعش فيه نمو؟ لانه غالبا هم هم معمولين في نفس بنفس الطريقه في نفس الظروف، لو اتلوثوا غالبا هتلاقيهم كلهم متلوثين. ولذلك اذا بتفتح شده لقيت الشده فالطبق متلوث اصلا وانت لسه بتطلعه من التلاجة انت لك تتخيل الطبق طالع من التلاجة متلوث تعمل ايه اختار بقى اطلع طبق باللي بعده ارمي الشده كلها اخد نفسي واروح بيتنا هو غالباً بيبقى الشده كلها كنت باكل محمد الشده كلها باظت الشده كلها هتبقى بايظه على طول بالذات اللي طالع من الثلاجه دي يعني اللي طالع من الثلاجه انا اتحداك إن تلاقي فيهم طبق سليم. كلهم لازم هيبقوا بايظين، طالع من الثلاجة كونتامينيتدز كلهم بايظين. إيه 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 ده حتى اللي في الانكيوبيتور برضه هنحكم بيه بطبق واحد هنحكم بيه على الشدة ودي الطريقة اللي احنا بناخد ناخد طبقة راندم كده نفتح نفتح كذا شدة وناخد من كل شدة طبق ونحطهم في الانكيوبيتور ونشتغل عليهم سي سي سترينز ماشي ونشيك على الحاجات اللي احنا ايه كاتبينها دي الكالر والثيكنس والانتاكتنس والتربيديتي آه... إلى آخره و آه... دراينس برضو بتاعت الميديا بشوف الميديا آه... نشفت ولا ايه ظروفها الشيبمنت كونديشنز ال... بتاعتها جايه جاي, جاي بارده ولا جايه سخنه آه... مقفوله كويس ولا سيلد كويس ولا نوت سيلد الى اخره بقى ماشي المفروض الحاجات دي تبع شغل الكواليتي كنترول بتاعك ماشي فانت انت انا شفت العينه دي فعلا الشده ال... دي كل ما نزرع طبق طبعا انا جيت تاني يوم لقيت معظم الاطباق فيها المنظر ده كلنا كده طالعه لي غريبه جدا ماشي فعرفت ان ده ايه كونتامينيشن حتى لو كان على الايه ستريكنج ليه لان الاطباق الثانيه كانت كونتامينيتد وايضا لان هو مش لوجيك ان الكولوني لا تطلع في الاونيكولوم ولا تطلع في الاستريكنج وطلع لي في الاخر خالص ماشي طيب يعني كده المشكله في الطبق يا دكتور ولا كده المشكله في <applause> المشكله في الطبق المشكله في الطبق المشكلة في الطبق وده أكبر... اكبر احتمال يعني. ماشي طيب هو اللي طب ايه الاكشن اللي المفروض انا اعمله؟ كلشر نعود الصراحة اعمل لها كلشر؟ لا غير من العينة على طبقة تاني خالص اعيد مش العينة مفسدين. على طبق تاني بقى نفس الطباق أه كلها أه زي بعض لا لا عادي عندي عندي شده ثانيه نظيفه، عندك شده نظيفه، هو انت كل مش كل الطباق اللي هتبقى بايظه يعني اكيد اكيد عندك حاجه فيها ايه يعني. هنعيد. نعيد ولا نعيد. ولا ما في داعي؟ هنعيد دكتور الطفل مريض اي طيب. لا ما في داعي طيب بصوا يا جماعه الواحد في اكشن انت ممكن تاخده جوه المختبر وفي اكشن تاخده بره المختبر. اللي جوه المختبر انتوا بتقولوا عيد انا شايف ان مفيش داعي للاعاده هي تعتبر نجرث. صح وانا واثق ان الكولوني دي كونتامينيشن اعيد ليه طب المريضة يعني... دكتور طفل يعني في المريض انفكشن المريض طفل هو هل لا هل يلزم ان كل انفكشن يطلع معايا في البلاط وهل كل انفكشن طبعا. في البلاط لازم... لازم يطلع لا ممكن على حد البلد. يطلع على الطبق <applause> ولا <تصفيق> ايه ممكن يورينا ريتراكت انفكشن صح طيب طيب اذا هو عنده هو رأس السؤال بيوضح ان الواد ده عنده انفكشن اكيد طيب والدكتور بعت له كام بلاد كارشر بوتيل واحده انت كده راضي ولا تحب تقول تنصحهم تقول لهم يا جماعه ايه ابعتوا تاني صح ابعته تاني اقول له ده ريكومندد باي جايد لاينز تو سند ايه تو بلاد كالتشر سيتس تو كالتشر سيتس كل واحده عباره عن بين قوسين كده واحد ايروبيك زائد 1 انيروبيك فاقول له ابعت تاني خد بالك ان الاولانيه طلعت ايه ما فيهاش حاجه بس انت تبعت تاني لان الولد شكله عنده انفكشن اوكي طيب يبقى ده الاكشن الاكشن مش هنعمل حاجه مش هنعيد هي كده كده البلاد كالتشر دي ممكن تتعاد تاني زي ما احنا قلنا كده بنعيد كل كام يوم بنعيد زراعه البلاد كلشر لكن العينه دي نفسها مش محتاجه تتعد اتونس عشان مجرد ان الطبق كنت انا خلاص هعتبر دي ايه الريزلت ريبورت اللي طلعوا ايه بقى للعينه دي نو جروث ما تقولش كنت هو العينه ما هيش كنت الدكتور بيسالك عن العينه ما تقوليش كنت منيتد كنت الطبق مش العينه ماشي انت بتكتب في الريبورت contaminated انت تعني بذلك العينه ولا العينه ليست contaminated العينه نجرس ماشي وبما انها نجرس ما فيش داعي للاعاده ما مش عيد لكن الاكشن التيكنج ان انا اتصل كول واسك ايه فور هي ما تعتبرش نيو سامبل على فكره هي تعتبر ايه ادد سامبل او اه بالظبط ان انا عاوز اكمل الكالتشر سيتس اللي ريكومندد باي ده الريزالت ريبورت هطلعه نو جروث والكومنت بتاعي اكتب ايه؟ اكتب هذا الكومنت في ال... اكتب هذا الاكشن اللي انا اتصلت بيهم واكتبه لهم برده في الكومنت. ماشي يا جماعه بالذات لما تبقى العينه بهذا الشكل. تحبوا تكتبوا ايه في الكومنت طيب؟ نكتبها ازاي؟ انا عايز اوصل له انا عايز اوصل له معنى معين يعني اللي هو في فولس... كانت صغيره اه احنا ما خدناش غير فوتو لوحده ف... فولس... ف... False negative blood culture samples can be due to a low amount of blood بين قوسين low أو uh, 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 inadequate blood culture sets يعني عدد غير كافي من blood culture sets inadequate blood amount uh, inside the bottle حطولو الاحتمالات دي ماشي كده و to increase السنسيتيفيتي او بين قوسين ال ديتكشن اوف بلاد كلتشر بليز سند از ريكومندد باي جايد لاينز تو culture سيتس كلتشر سيت مكونه من واحده ايروبيك يعني واحده ايه انا انيروبيك والكومنت ده انا اكتبه عندي واحفظه وهروح لازقه في كل عينه بهذا الايه بهذا المنظر ماشي يا جماعه يعني انا تقريبا كنت بكتبه مع كل النوجروث سامبلز بتاعه البلاد كلشر بلاد بالذات ووصلت تمام تمام, تمام. 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 الله قد بلغت. ماشي <applause> يعني